لسه بنكمل معاكم لسه الصبح على الراديو 90 سالي سعيد وفادي ابراهيم. زي ما قلنا لكم الجزء الثاني من حلقتنا يكون فيه مزيكا وغنى وحاجات لذيذه جدا جدا. فبينورنا دلوقتي في الاستوديو صديقنا العزيز والمطرب الجميل يوسف اسماعيل. يا يوسف صباح الفل. صباح الجمال. هنقرب بقى من المايك خالص. ايوه كده احسن. كده بقى خالص. اوكي كده احسن. زي الفل كده نورت الدنيا. منورنا. انتوا يا منور بيكوا. فمبسوط قوي 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 ان انا معاكم يا فادي ومعاك يا سالي. وعايزين برضو نوجه التحيه للجيتاريست الموجود معانا في الاستوديو جو. مش يوسف بقى عشان ما تتخبطش معاه. يعني يوسف اسماعيل اللي هيغني بس جو بيلعب جيتار. صباح الفل يا يوسف ومنورنا كده في لسه الصبح. وامبارح قعدت اسرش بقى واتفرج عليك واتفرج على الفيديوهات واتفرج على المزيكا. ايه نوع المزيكا المختلف وايه طاقتك والبهجه الجميله اللي انت على طول وانت بتغني حتى وانت في فيديوهاتك بتتكلم حتى مبتسم على طول. شايف الدنيا جميله. شايف الدنيا لطيفه. انا بحس ان انت من الشخص المبهج من اغانيك وستايل اغانيك. انا بحس ان انت مبهج قوي. الكلام الحلو ده والله بجد كلها مبتسم فيها. حلو قوي. حتى لما جينا استقبلناك انا وفادي النهارده انت مبتسم ويلا مش مشكله يلا نشتغل. لا لطيف خالص وطاقتك حلوه قوي. الفايبس مهمه في الغنى. مش سياسي لي والله ده بس من ذوقك ده اولا. واه طبعا يعني انا بحس المزيكا سلاح حلو قوي ان الواحد اللي يكون ربنا رزقه بموهبه زي كده ان هو يستخدمها في ان هو ينشر طاقه ايجابيه ويبسط الناس اللي حواليه. ليه لا يعني ليه لا. فبحاول دايما في المنصات بتاعتي سواء على انستغرام على تيك توك او في اي منصه عندي ان انا دايما كل فتره كده اعمل حاجه ابسط بيها الناس. انت دلوقتي بقى عندك حوالي 250 الف فولورز على انستغرام صح كده؟ على تيك توك يس ربع مليون. انت عملت اغنيه ليها ربع مليون واغنيه للمليون وعلى تيك توك بقى مليون. 2 مليون. هاي الله يبارك. دي كانت قديمه. دي الارقام دي حلوه جدا والارقام دي بتترجم لتفاعل ما بينك وما بين الناس بشكل مختلف. خلينا نقول لاي حد سامعنا في العربيه وما يعرفش يوسف خالص اول مره يسمعه ومش عندك مثلا على السوشيال ميديا او كده. انت بتقدم المزيكا العربي بس بشويه سليفرز كده غربي شويه. مزبوط. طريقه غناك غربي. مظبوط. ما تيجي نصبح على نفس الاغنيه. انا مش هقعد اتكلم. المزيكا بتتسمع ما بنتكلمش عليها. تعالى كده نغني حاجه صغيره من اي من اي حاجه من الفيديوز اللي نزلت لك قبل كده وعجبت الناس فايرل او نجحت او بشكل كبير او فجأة. طيب انا ممكن ابدا باول اغنيه وينت فايرل ليا على تيك توك. كانت لقيت نفسي وصلت ل 30,000 متابع على تيك توك فانبسط فقلت اعمل. انت بترتجل دايما كلمات او حاجه زي كده ليها علاقه بالموقف. يلا بينا. بالظبط. فالاغنيه دي لما وصلت 30,000 يعني بعد ما نزلتها صحيت تاني يوم الصبح لقيت عدد المتابعين وصل ل 100,000 في مكان ما انا كنت نايم بس. فبتفائل بالاغنيه دي فهغنيها بقى. فتحت تيك توك اشوف بيقول ايه لقيتني وصلت ل 30,000 فولورز عليه. انا انبسطت وفكرت ممكن اعمل ايه. قلت اصور فيديو جديد واغني فيه واقول شكرا لكل اللي عمل لي فولو. يا رب دايما تبقوا تزيدوا عمركم ما تقلوا. شكرا لكل واحد فيكم اداني اهتمام عمل لايك كتب كومنت وعمل شير كمان. واللي قاعدين بيعملوا لي حركه الاكسبلور اللي انا لسه مش فاهم بتعمل ايه بس تمام. المهم ان انا مبسوط وبقولها بعلو الصوت. بقى عندي 30,000 صاحب جديد. ها حلوه قوي قوي. انا بعيد الصبح كمان دي حاجات مبهجه كمان قوي. طب هسألك سؤال. نروح نسمع غنوة ونرجع نكمل ولا نعمل. يلا بينا. الكلام عن المزيكا حلو قوي لكن انت اصلا صيدلي. ايه اللي حصل جيت هنا ازاي؟ دي حقيقة. انا من وانا صغير كانوا اهلي دايما مربيني على انت بتحب المزيكا وانت موهوب. وانا واخواتي يعني كلنا كنا بنعمل مزيكا بس لازم تهتم بدراستك لازم تجيب مجموع كويس عشان تعرف تعمل كل حاجه في المزيكا انت عايز. فانا بقى مشيت وكملت بالفكر ده وكنت دايما حاسس ان المزيكا لازم تبقى الخطه الثانيه بتاعتي مش الخطه الاولى قبل. فجبت درجات عاليه يعني في وقت الثانوي ودخلت صيدله عين شمس وكملت فيها وطلعت بمجموع كويس جيد جدا يعني. انا اسكندراني اصلا. أيوة انا قلت طلعت الفتحه دي انتوا عايشينك على طول. والله عايش انا بقالي تقريبا 13 سنه بس لسه عايش. كويس كويس ان انت اصلا تكون بلهجتك الاصليه. بس بقى ف بعد ما اتخرجت بسنتين عملت بقى الشيفت ده وقلت لا خلاص انا عايز اكمل في المزيكا وان شاء الله ربنا يكرمك. ما اشتغلتش صيدلي خالص يعني دراسه فقط. ازاي اشتغلت شويه حتت كتير قوي قوي
طب يعني اقول لك يا دكتور عادي بعد كده راحتنا شوف عايز ادويه حقن بتاعنا. السوشيال ميديا فادتك؟ كيف حاسس ان السوشيال ميديا هي اللي ممكن تكون لما بنيت معاها قاعده جماهير والناس بقى عارفينك وفولورز بقى يجي لك شغل عن طريقها؟ اكيد طبعا اكيد اكيد اكيد. انا عايز اقول لك اصلا انا اول ما خدت قرار ان انا اسيب شغلي الثابت كصيدلي واتجه للمزيكا ده كان في اول 2020. طبعا احنا فاكرين ايه اللي حصل في اول 2020 كورونا فكل حاجه مزيكا وكل حاجه ترفيهيه وقفت خالص. فحسيت ان انا عملت اكبر قرار غلط وسبحان الله يعني ان هو جه في التوقيت ده. فقلت خلاص بما اني قاعد في البيت البديل اصلا السوشيال ميديا ساعتها بالظبط. انا بقى قلت خلاص لما انا كده كده قاعد في البيت ما يلا اعمل مزيكا. كنت بجيب اصحابي الميوزيشنز ونقعد نعمل مزيكا كده. سبحان الله الموضوع ضرب ويعني سبحان الله كأن ده حصل عشان ده يحصل. طب انا يا جماعه انا دايما هبقى طماع بصراحه. انا هسيبكم تتكلموا كلامكم بس انا قاعد ايه انا عايز الراجل ده يغني ومبسوط والناس اللي في العربيه دلوقتي هتبقى مبسوطه قوي باي اغنيه. كنا بنتكلم على اغنيه معينه انت عملتها وقت التخرج بتاعك ليها موقف وليها حكايه فتعال نغنيها بقى يلا بينا. دي اغنيه اسمها ابنك بقى دكتور. غنيتها لما تخرجنا يعني انا واصحابي في الفيديو ده لما نزل على فيسبوك اتوند فايرل وبتاع. فان شاء الله هتليق على اي حد بيدرس طب او صيدله فيكونوا سامعين لنا دلوقتي. صباح الفل على كل الدكاتره اللي سامعينا يلا بينا. انا جاي الليله وبنفسي اكيد فخور. ابسط يا بابا ابنك بقى دكتور قد الدنيا والدنيا شهد عليه. ابنك خريج كليه صيدله عين شمس. هاي قالوا علينا مش رح ننجح اكيد. كليه صعبه والمنهج فيها شديد بس تعبنا اتعبنا وادينا اهو معانا شهاده بكالوريوس صيدله عين شمس. هاي خلاص جاهزين لدورنا في الحياه. احلى خمس سنين عدوا بس جايه احلام. يلا يا دكاتره نمسك فرشه الالوان بينا نلون مستقبلنا. والشكر واجب لناس تعبت كتير علشان ننجح وكمان نجيب تقدير. دكاترتنا حبايبنا كانوا لينا اعظم مثال. تعظيم سلام لدكاترة صيدلة عين شمس. خلاص جاهزين دورنا في الحياة. أحلى خمس سنين عدت بس جاية أحلام. هتعدي الأيام والسنين هتفوت وهتلهينا حياتنا وهنفتح بيوت. إيه الحلاوة دي؟ الجمال ده إيه الجمال ده بجد؟ أنا عايز أسألك على حاجة مهمة قوي. ستايل لبسك ايه رايك؟ ستايل مختلف تماما يعني ستايل انا رجع نجاوب عليه للسؤال ده بعد ما نسمع الغنه اللي جايه لان هو ستايل مختلف. الفيديوهات كلها موجوده. لسه بنكمل معاكم لسه الصبح على الراديو 9090 سالي سعيد وفادي ابراهيم. منورنا يوسف اسماعيل الراجل بيغني حاجات مبهجه جدا جدا. واهداء بقى لكل الناس اللي عيد ميلادها امبارح النهارده بكره في شهر 6 زي سالي كده جوزائيه. عيد الميلاد بقى نرجع نستايل اللبس عشان في سؤال بقاله 60 سنه ورا بتاع اللبس ده فاكر؟ هو انت معجبه عايزه الستايل ده تغيره؟ انا عايز اقلد الستايل. ايوه معانا في الستايل. غني الاول يا بني. طيب عايزين بقى نغني حاجه. عندك اغنيه حلوه قوي للناس اللي عيد ميلادها النهارده بقى او اي وقت في الاوقات اللي احنا فيها دلوقتي. تحفه. يلا بينا الكي بس 1 2 3. ايه النهارده عيد ميلاد اغلى الناس لقلبي. كل سنه وانت طيب يا حته من قلبي. تعيش دايما مبسوط دايما بصحه وفرحان. تفضل ضهري وسندي واقف جنبي. ومهما العمر بينعدي يفوت ذكرياتنا الحلوه مش هتموت. لسه في احلى كمان طول ما انت جنبي وقريب. كل سنة وانت طيبة يا سلام. يا سلام الحلاوة دي. هتفطر تورته النهاردة ولا في دماغها حاجة خالص. قولي بسرعة ستايل اللبس عشان ما فجأة زعل. يلا بسرعة اللبس. انا بدأت كده من سنتين احس ان انا محتاج اعمل لبس مختلف يعني. أوكي. فبقيت بشتري قماش بنفسي. انت اللي بتفصل ده او بتعمل ده لنفسك؟ كل الحاجات اللي بلبسها يس. بس مش انا طبعا اللي بعمل اللبس. يعني بتختار الشكل او حاجه زي كده وبختار الديزاين. ومعايا بقى ديما هي اللي بتعمل لي كل حاجه. حلو كويس ان انت حلو ان الفنان يكون ليه ستايل لبس خاص ولون مختلف.
عموما مش لبس بس. طبعا ده اكيد حاجه مهمه يعني، لان هي بحس ان الارتست مش بس او المغني يعني مش بس صوت بيغني، هو براندنج يعني، هو كده باكج على بعضه، بيغني ايه، الكلام اللي بيقوله، اللحن بيغنيه، بيلبس ايه، بيتكلم ازاي مع يعني الناس. انت فكرت في ده ولا حد فكر لك ان انت لازم يبقى عشان تكمل وتكبر اكتر واكتر يكون ليك ستايل معين، ولا انت من دماغك عملت ده؟ لا خالص، انا من دماغي. وخليني برده اقول لك السبب الرئيسي ورا ده ايه. انا جسمي الكبير، انا مليان، فاغلبيه اللبس اللي بتبقى موجوده في السوق لجسمي بيبقى انت محتاج يبقى دايما حاجه انت كاستمايز ليك عشان تبقى مبسوط ولايق على الستايل اللي انت بتعمله. لبس كده ساده، مش حلو قوي، مش فان، فحسيت ان ليه لا، انا عايز انبسط، عايز اجيب حاجات حلوه والوان مبهجه وبتاع، فبقيت بعمل هدومي لنفسي. طب البهجه مش هتخلص غير بالمزيكا الحلوه يعني، احنا طماع قوي برضو. تحب انت تسمع ايه؟ طيب احنا اتكلمنا على اغاني كتير قوي، بس في اغنيه كده اجمل نساء الدنيا ليك طريقه مختلفه كده بتغنيها، يلا بينا. الكحه بتاعت المغنيين، يلا. عارف اي كان بيضحك بيها على الناس، والله ما كانش اي حاجه. انا مش مصدق نفسي انك بين ايديا، من يوم ما حبك خدني ومش بتنام عينيا، جوايا شوق قد الحنان اللي فعليك، روحي ليك، نظرة ليك، هي الحياة. أجمل نساء الدنيا فعليا، أنا قدرت تاخدني في ثانية من روحي أنا، وعدي مني ما حب غيرك في الوجود، إحساس جميل جواه أكبر للغرام، واللي ما بيني وبيني أصدق من الكلام، إحساس جديد بتمنى أعيشه ملوش حدود، يا أجمل من كل النساء. الله، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي، تغني يوسف اسماعيل يا جماعه، هو اللي بيغني كل الاغاني الحلوه اللي تسمعوها النهارده وبستايل مختلف تماما، ومنورنا على الراديو 90 90، ومبسوطين قوي. بس احنا كنا متكلم ان انت قبل كده غنيت لنا حاجات كتيره جدا على الراديو 90 90، زي مثلا ايه؟ زي دي احنا ممكن هي هتبقى شغاله وممكن المايك بتاعك هيبقى مفتوح، ممكن تغني معاها مثلا، نسمعها دايما الصبح كده، تبقى سامعها كده. استنى بقى كده. صحيت الصبح بدري طبعا، اسمع مين يغيرني مودي اللي بين البنين، فتحت الراديو جبت 90 90، صحيت الصبح بدري طبعا، اسمع مين يغير لي مودي اللي بين البنين، انا بقول هودي. احنا بس ايه عشان نعرف الناس كده مين يوسف اللي كان بيغني معانا حاجات جميله. لا خالص، هننبسط بيه جدا جدا، ومميز كمان. في بقى حاجه مميزه ومهمه جدا بالنسبه لنا، ومهمه بالنسبه لسالي كمان بشكل اكبر، لكن هي من الحاجات المهمه قوي بالنسبه لنا. انت كنت مغني برومو لبرنامج للراحله العظيمه رجاء الجداوي، كان برنامج موجود معانا اسمه وانتو بصحه وسعاده، وكانت سالي سعيد بتقدم مع مدام رجاء. البرومو بتاعه حلو قوي، انا عايز اسمعه وسيري عايز اسمعه، اكيد هيفكرنا بحاجات حلوه قوي للراحلة رجاء الجداوي. يلا وانتو بصحة وسعادة، والفرح ما بينكو عادة، انت وهي سر الحياة، كملها في كل حاجة، خلي مش نقص حاجة، والحب هيوصل منتهى. وانتو بصحة وسعادة. عظمة. انا والله جسمي اشعر لما سمعتها بجد. جميل البرنامج كان جميل. علشان الوقت بس بيجري معانا بسرعة، فعايزين نعرف الفترة اللي جاية بتعمل ايه، مجهز ايه؟
والفترة الجاية بقى إن شاء الله شغال على أغنية اسمها كبرنا على الكلام ده. هتكون معايا كمان فيها يسرى الجندي. حلو. فالأغنية صوتكم من نفس المنطقة كده، الحاجات الغريبة اللي بتغنوها كده. لا لا إن شاء الله تبقى أغنية قوية قوي وتعجبكم، وكده كده بعتها لكم أول حد. احنا لازم تخلص هبعتها على طول وإن شاء الله تعجبكم. طيب احنا بعد فاصل سريع جدا نرجع نختار أغنية كده نختم بيها، فخليكم معانا على الراديو 90 90. لسه مكملين مع بعض، لسه الصبح، سالي سعيد وفادي إبراهيم، وضيفنا في الاستوديو يوسف إسماعيل. مرة ثانية بنكمل معاكم لسه الصبح على الراديو 90 90، وحلقة كلها بهجة ومزيكا وحاجات لذيذة جدا مع يوسف إسماعيل ضيفنا أنا وسالي سعيد. ونختم بإيه بقى؟ في اختراع كده أنت عامله، مدخل أغنية على أغنية. يس. مين مع مين؟ أغنية باجن اشتهرت قوي السنة اللي فاتت دي مع أغنية ويجز كيفي كده. يلا بينا نشوف الميكس الجميل ده. Put your loving hands out, baby, 'cause I'm begging. 1, 2, 3. I'm begging you to put your loving hands out, baby. I'm begging you to put your loving hands out, darling. كلام كتير ملوش داع، احفظ حفرة واقفل موجع، روح تيجي نازل على بيتك توجع، تيجي مزاجك يشرب حاجة يشرب لبي، عاجبك اعتبرها مقاسك، عيش بقى باحساسك، شباب طباعها حدث، هما طباعهم خبثك. كيفي كده كيفي هنا، ولا قولوا هنمشي، كيفي كده كيفي هنا، زميلي موقعي ده مفيش جنبي، كيفي كده كيفي هنا، ولا قولوا هنمشي. I'm begging you to put your loving hands out. في دلعب يا حبيبي يوسف، نورتنا، وجو كمان اللي على الجيتار نورتنا، وبنشكركم جدا جدا، نورتوا الراديو 90 90، وبالتوفيق في كل الخطوات اللي جايه والاغاني الحلوه اللي جايه. اشكر البهجه جدا 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 قوي، انت اللي جميله، ربنا يخليك.